غزالات ديالي، كديرين مع الصحيحه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله، وتكون اموركم هانيه وتكونوا بصحه جيده. اهم حاجه تكون الصحيحه هي هذيك، وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. انا غادي نجيب واحد العريشه ديال وري عصايه سيدنا موسى. قالت لك ماما بغات تحرقها، تدير قالت لك الطاقه الايجابيه، ولا ما عرفت اختي، والله ما عرفت. قالت لي سير جيبهم لي، انا غنمشي نجيبهم ليها. قالت لك الطاقه الايجابيه، ولا ماشي الطاقه الايجابيه، المهم انت تعرفش هادشي ديال الطاقه والطرطاقه. قالت لك تحيد الخايب، داكشي الخايب يعني العين، وما عرفتش داكشي. انا هادشي ما تيدخلش ليا لراسي وما تنامنش به. المهم شوفوا، هذه هي الشجره ديال عصايه سيدنا موسى اللي عندنا. شوفوا تبارك الله شحال كبيره. شوفي هذه لا ماشي هذه، سمحوا لي باش عرفوني تالف. انا تاع ورق سيدنا موسى ما عرفتش. هاي الشجره، هذه هي الشجره ديال عريق سيدنا، وريق سيدنا موسى. المهم غندير ليها عريش ودير به اللي بغات. قالت لك بغات تحرقو، بغات تحرق الوراق. قالت لك مع اكرام ضربه العين. قالت لك العين هي اللي صفاتها لك، وهي اللي خلاتك تمرضي، وهي اللي دارت لك هادشي كامل. اختي تتامنوا بهذا الشيء؟ العين، العين. عقولوا لي علاش، على زيني، على كحل عيوني، علاش بغي يضربوني بالعين؟ لا المهم الغزالات ديالي، قبل ما نبدا الفيديو، هاك دير جده، دير ميمه، دي هادي الميمه، هاك ديال ميمه، هاك ديال ميمه. واش حاستو خزامه؟ هاك خزامه ديال ميمه. المهم الغزالات ديالي، قبل ما نبدا الفيديو، بغيت نعاود نذكركم بالابليكاسيون المهمه بزاف. لكنتو تترسلوا فلوسكم مع وكالات اللي تياكلوا لكم الفلوس وتياكلوا لكم الوقت، راكم غالطين. خاصكم ضروري تجربوا الابليكاسيون طاب طاب سيند ماروك. هي ابليكاسيون سهله ومضمونه في 100%. ابليكاسيون زوينه بزاف، هي باش كارسل فلوس المغرب وكيرسلوا كاع الغزالات ديالي اللي عارفين طاب طاب. بغيت حتى الناس ديال اليوتيوب تعرف هاد الابليكاسيون وتجربها، وغادي تدعي معايا لحقاش ابليكاسيون سهله وسريعه. المهم ابليكاسيون طاب طاب سيند غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. حملوها في تليفوناتكم، راها فابور والارسال فيها فابور بارابور مع ابليكاسيونات اخرى. كتوصل الفلوس سوغ بلاس، حتى من الا كان عندكم كونت في المغرب وبغيتو تحولوا فلوسكم في الكونت، راه كتوصلوا سوغ بلاس، ما كتسنى لا يومين لا 3 ايام. الا كان عندكم كونت في التجاري وفا بنك وبغيتو تحولوا فلوسكم، ممكن تستعملوا طاب طاب، تستعملوا عن طريق طاب طاب. المهم تترسلوا فلوسكم، ما كتسناو لا يومين لا 3 ايام، كيوصلوا السوغ بلاس والارسال فابور. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، عندكم 5 اورو بالنسبه للناس اللي غينزلوا لابليكاسيون من جديد ولا جديده، عندكم 5 اورو ديال اكرام. المهم مكتوبه اكرام كبيره في الكود برومو، غادي تحصلوا على 5 اورو غتزادكم على الفلوس اللي باغين ترسلوهم. المهم كتبوا في كتبوا في الكود برومو اكرام كبيره، غتزادكم 5 اورو على الفلوس اللي غترسلوهم بالنسبه للناس اللي غينزلوا. تنعاود الهضره، بالنسبه للناس اللي غينزلوا لابليكاسيون اول مره. وبالنسبه لطاب طاب سنت غنقول لكم هذه وغنحبس باش ما تقولوش لي تكثري عندنا بالاشهارات. والله ما اشهار، هذا غير انا باغا نذكركم بالابليكاسيون، باغا نذكركم بها لحقاش المره اللي فاتت هضرت لكم عليها، وهاد المره بغيت نعاود نهضر لكم عليها باش ناكد على الناس اللي باقين تيرسلوا الفلوس، اللي باقين تضيعوا فلوسهم وباقين تضيعوا وقتهم وباقين حايرين مع من يرسلوا فلوسهم. بغيتكم كاملين تجربوا طاب طاب سند، انا متاكده 1000000%، لا جربتوها غير مره ما عمركم ما غتستغناو عليها. المهم طريقه الاستعمال سهله، تكتبي غير الاسم العائلي والاسم الشخصي ديال الشخص اللي من باغي ترسلي الفلوس، والرقم ديالو ديال التليفون، وكترسلي الفلوس. وان فوا كترسليهم كيجيه ميساج بان راه فلانه رسلت لك الفلوس، يعني بسرعه. وحاجه واحده اخرى، المهم ضروري البنات، ضروري تعرفوا هاد لابليكاسيون، ضروري تجربوها. الا كنتو تترسلوا فلوسكم مع وكالات وتتمشيو تشدوا الصف والنوبه، ضروري تجربوها، انا متاكده غتعجبكم، متاكده. تنقولها وتنلح عليها لحقاش ابليكاسيون تنستعملها جايه العامين، ما عمري موقع ليا معاهم شي مشكل. والحاجه الزوينه، ملي تترسلي مبالغ كبيره، مبالغ كبرى، ما كاينش شي تيبقى يسولك دوك الاسئله البايخه، من اين لك هذا، شكون لمن باغا ترسليه، شنو هو السبب، ودوك الاسئله البايخه ما كاينش اللي تيسولك هاد الاسئله. كترسلي فلوسك في امان الله. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم جربوا طاب طاب سند وردوا عليا الخبار. وشوفوا معايا البانوراما، شوفوا هذه هي الدار، شوفوا معايا البانوراما، غير حنا والدياب والجبال. شوفوا يا سلام يا سلام يا سلام على البانوراما،
حنا اختي جالسين الراحه والسياحه عرفتوا تيجينا شي نعاس على محلاه النعاس ما نقولش لكم تنعسوا مزيان تنفيقوا عظامنا خفاف الهواء نقي ما حداك لا سموغ لا طوموبيلات لا صداع لا حتى حاجه في الليل تتسمعي التخرشيش ديال الحيوانات هنايا تيجيو فوق داك الشبيك راه من الشبيك لهنا ما كيدخلوش ولكن فوق الشبيك تتشمعي شويه الشوط ديال الحيوانات نمشيو ندخلوا عند شعيبيه نشوف واش تدير انتما راه مصبنا ونشر الحوايج لا تقولوا امي ما حادقاش راه مصبنا مسكينه تنحطوا ليها في الكراكر ولكن الماكينه اللي تتصبن امي تتصبن بيديها مسكينه تقعشر وداك الشيء اللي ما تيبغيش يخرج وتتعاير وتسب هذا الصالون شوفوا هاد لا فيترين قولوا لي وريتيها لينا اكرم فرعتي لينا راسنا بها هاد لا فيترين شحال زوينه شعيبية راك شطوي وتقاشر راه خرجوا جابت معاها صابون المنجل من المغرب عرفتوا مع تنتمشاو بهم حفيانين ما نقولش لكم راه هاد الماكينه عيانه ما تتصبنش مزيان لا راه نتوما تقاشروا الحفاظ بالبيض راه ما يمكنش ايوا كاين شحال الصابون لاباس عليك لاباس عليا مالك اختي قنطتي كاين شحال الصابون المنجل لا لا قلت لك انا كاع ما تسوليني راه خليت غير تخرجي الدور وتخرجي ما قنطتيش معايا لا لا ما يلا نمشيو نتعشاو لا نتعشاو في عافاك 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 اختي تخرجي سيرو خليو ليا الدريه وسيرو ياك حبيبه نسي معايا ياك لا علاش؟ ها؟ ولا ماما مع ماماك؟ ماما غدا قالت لك حتى الغدا تمشي مع ماماك ولا تجلسي معايا؟ لا امي ما بغاتش تخرج ما عزيزش عليها الخروج تنقول لها يلا نخرجوا نتعشاو يلا بغيت نمشيو نضربوا دويره في السونتر ديال كونيو علاش؟ غتشوفي كونيو فيها القواس بحال ديال بجال فيها القواس بحال ديال بجعد حنا دزنا من القواس مشينا من مريح كبير المشكل عندنا طوموبيل تيمشي ليه يقضي غراضات وداكشي اللي عنده ما يقضي وعندنا طوموبيل عرفت هو حلينا هاد المره نجيو بجوج طوموبيلات ولا نكريو طوموبيل هنا لحقاش صراحه طوموبيل وحده تتعكلك ما تتلقاي فين تخرجي ما تتلقاي اش من مزيان تنبقاو واحلين في الدار ومالنا ما ندغرو المهم اول حاجه كيفاش تصحابي لي ماماك تتعيريني المهم الحاجه اللي بغيت نقول للبنات بزاف هي شكرا شكرا بزاف على الدعاوي ديالكم معايا لقيت واحد الفيديو لقيت سكت بلاتي لقيت واحد اللقطه ديال الفيديو الاخر ديالي لقيتها مبارطاجيه في الانستغرام وكاتبين شوف كي كانت وكي ولات كاتبين شوف كي كانت وكي ولات زعما المهم دخلت قلت اكيد غيكون معيور السبان ولكن ما لقيت لا معيور لا سبان لقيت بزاف ديال الناس تيكتبوا زعما الله يشافيها الدواء الله يشافيها الله يكون معاها شكرا من القلب الخالص راه الدواء اللي دار لي هذه الحاله راه الدواء راه ماشي تناكل بزاف ولا الدواء تتزاد لي لا دوز ما نقولش لكم ولكن راه غادي ندير واحد الثيرابي الايكاتيل راسي وغادي نقصوا لي غينقصوا لي لا دوز ديال الدواء ملي غنرجع لالمانيا غادي نديرها وان شاء الله يكون خير المهم المريض الله يشافيه وهذا المرض راه انا راه عندي بيبولار مع سكيتسو افيتيف شتورونغ يعني البيبولار مع السكيتسوفرينيا ملي تنطلع في الماني تنمشي في السكيتسوفرينيا واحد المرض اللي رار ماشي تيكون عند كل شيء هو ثنائي القطب ولكن ماشي ثنائي القطب عادي هو ثنائي القطب مع السكيتسوفرينيا هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم والله يشافي الجميع والله يشافي اللي مريض واش غنقول لكم ربي يخليكم شكرا من القلب الخالص تدعوا معايا ديما شكرا امين ماما ديك الطبيبه عاد من ديتي حسن واعره ياك زوينه ماما تطوي في قرصون
ماما تطوي بقرصون ونطوي كل شيء على ما ليش قاعده تندير انا هنا ياكل صحابي ماما كان ماما درت لهم الطوي ديال بابا محل الله يرحمه شي حددهم مع بيدهم مسكين طبيب والديك عدا قلت لكم البنات الطبيبه سميتها سلوى اقومي كاينه في كازا فين في كازا ماما معارف قريبه المعارف قريبه المعارف طبيبه واعره صراحه انت تفهم مزيان في المرض النفساني لا شي قود مرجان اللي تيبغي يدخل الكار الدخله ديال المرجان تتمشي شي داك لوطه اللي كريته ولا وقولي للناس في مرجان فين مرجان ملي قود داك الشرطه ديال المعتي الدوري تمشي لولاد زياله تتمشي نيشان كاينه واحد القنطره تتفوتي في راج الاول الثاني تدخلي معاه تما شي علوطه اللي كريتو نتوما ديك المره فين كاينه ديك الدرب ما عقلتش قريب للمعارف قريبا للمعارف صراحه طبيبه واعره طبيبه زوينه بزاف لحقاش خويا مرض المهم مرض نفسانيا من مورا الموت ديال با وصافي مرض طار ليه الفرخ ما بقاش مسكين ما نكذبش عليكم كانت حالته حاله وداتو انا قلبت في الانترنت شفت لي ريشينسون ديال الناس وقلت لماما هذه هي عند من تديوه وداوه عندها من مورا تقريبا شهرين 3 شهور ولا بخير ودابا راه بخير باقي تيشرب دول كي ناقصه ليه لا دوز تيشرب هو في الانتي ديبريسيفوم تيشرب في مضاد الاكتئاب تيشرب 50 انا تنشرب 200 في مضاد الاكتئاب 200 ملي غرام في اللي تسم تنشرب 1200 ملي غرام وفي الاريبريبراسول ديك مضاد الدهن تنشرب 20 ملي غرام ليا قلت لك ماما دوزي عندها ولا ماما انا متبعه مع الطبيبه ديالي فين هادو لا الطبيبه ديالي واعره لا الطبيبه ديالي واعره حتى هي ملي شافت تنشرب لي دوز كبار بزاف وما الدواء ما تفاعلش كما خاصو يتفاعل مع باقا شويه من ديبريسيا قالت لي ضروري ديري الايكاتير راسك يعني الالكتروغرام في ثيرابي رانا سبق لي وهضرت لكم عليه تيديروا لك واحد الالكترونات للراس تيبنجوك تيبدا يضربك بحال الكلاكاج تيشدك بحال الكلاكاج من بعد دوك لي سينابسي ديال الدماغ تيوليو يفرزوا الخلايا اللي تتفرز الهرمونات تتولي تخدم مزيان وتيبداو الهرمونات ديال السيروتونين والدوبامين يتفرزوا مزيان وتيولي الانسان اكتيف تيتحرك المهم من بعد تيتنقص الدواء المهم خليونا من هاد التعاويذ يا بنتي خليك عارفه هذاك يمشي يضربوا في المخ وتركب قلت لك ماما خليك عاك عندك يمشي يضربوا لك المخ ويطير لك الفرخ ونولي ثاني نقول لكم كريستيان منو انا واجده نخرجوا نمشيو نتعشاو كاين عحق عليك خليني انا وبنتك وسير علاش ما نخليكش وبنتي علاش مالك شنو نديرو كنتو غران لحاجه شو عرام نوت لا تشي معانا يلا هنوض هاد الشعر تلفني مع ما صوبتوش لا بصوش ولا والو غسلتو خليتو ينشف على الهواء الطلق ما عرف اينا فورما يشد تيتقسم منها تيولي بحال الشطابه ما عرفتش واصلا شعري تبدل الناس لي ولا البنات اللي عارفيني من قبل عارفين شعري كيفاش كان بالرطوبيه كان رطب مسبسب شوفوا كي ولا هذا راه ماشي الصباغه هذا راه الدواء هو اللي رجع لي الشعر بحال هكا عرفتو طيح لي شعري وعالجته وناض ووقف من التساقط ولكن بقى لي واقف سعدي فرحي ببنتي لبسات تقاشر بوحدها جوليا وجوليا لا ما ديريش داك الزيف ما غايجيش مع الكسوه ما غايجيش مع الكسوه تتموت على داك الزيف صافي ايوا طور نشوف رقاقيت يا امي واش
عرفتوا باقيين عندنا الكوادروات بزاف خاصنا نعلقوهم. شوفوا شحال من كادر، نوريكم جدات ليفيا بلاتي نوري لكم. شوفوا هنا كاينين كوادري وهنا كاينين جدات ليفيا مرسومه، انا نوريها لكم. ها هي هذه جداه متبه حتى هي قالك بغا يعلقها، قلنا لي واخا سيدي. شعبية تهضر مع اختي قالت لها ايوا رانا تعلمت نخدم الماكينه ديال الماعن. اه يا لالا ربدلات الزيف، قلنا لها ديري الزرق مع الورده تشوف الزرق، ديري الزيف زرق. اخيرا بدلات الزيف باش شاد التليفون. لا ليش جبتي الوريده؟ فهميش؟ غراتسي، شكرا الحبيبه، شكرا الكبيده، شكرا الزوينه. اكرام شوفي البيبه واسعه عندك عندك. البيبه واسعه عندك. اه البيبه واسعه ديال الفوطه، خص خالد يجي يجيب. غادي نوريها لخالد. يلا صاوب البيبه. والله الا عرفت انا من البيبه واسعه تدير دخان. درت الماء في الغراف ودرت فيه الورد، تيرم في نيكيشة تيرم شيشة تيرم شيشة تيرم شيشة تي. إذا تيرم فاتة أعطيني بلومن. لا 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 بلومن بلومن. وجينا عاوتاني للكاردي شعيبية لاباس ولاباس لاباس ولاباس مغطين. اه اخواني يا نزعم شاو من موراك همبرغر تبي همبرغر حلال هذاك اللي تيكون زوين هذاك بنين تيكون بنين ولكن واحد كنا عند واحد المره ما بنينش الاول كان بنين واحد المره في المانيا في المانيا بقى عقل ماما راه عزيز عليها الهمبرغر هو تيعجبني ولا هذوك الجلود ديالو الجلود الجلود هما الشاورما تتقول لك جيب لي ثاني هذا الجلود الجلود والله العظيم على الجلود وهذا الشوعد الجزائري اللي كان عنده داك الشيء زوين. ايوا حنا جينا عنده ثاني اليوم ما بغاتش ندير شي ريستورون ديال الطاليان غتبقى تقول لك على اللحم لا هي لا خالي اللحم تيقول لك كنتي في بلاد الغربه غيكولي ماشي ديال الحلوف طبعا اللحم ديال البقري ديال المعزي ديال الغنم غيكولي تيقول لك غيكولي يعني تقولي بسم الله تسمي عليه الله وتتاكلي قالت لك لا هي خاصو يكون حلال وانا هو خايب راه خايب ما اللحم عندكم خايب وما تتقطعش منه الدم علاش ما تتقطعش منه الدم اللي تنغسلو وتحطيه في الشبكه ماشي بحال اللحم ديال المغرب تيبقى فيه الدم علاش بقى الجينو بقى ما دابحينوش عاظهر بينو ولا بقى جينا بقينا نبداري لا سري فانا تنهضر معاك العظيم مالي انا شي بالعربيه ما عارفاش لا بي وي انا لا بي كاميتشا اه والله ما تيتقطع منه الدم توفي سولينو بوي براندر كون كان مذبوح حلال ما يبقاش فيه الدم الدم بقى جينا ميته فين هو ديو داتو دي تي تي ار وبيو جوليا دايره لينا الصداع والشعيبيه قارنا حجبانه بالضربه صافي يا ماما صافي ما تقلقي ولادك داصلين ولادك ما مربيينش ما مربيينش ولادك ناري 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 ماما صايب ليها كريم هاد البلافيش لادا ودار ليها هنايا الخضره مصوطيه والدجاج انا خديتها هنايا القتيبات ديال البقري صحامي الغزالات ديالي تعشينا وسالينا وخرجنا لبرا فين الهواء الطلق دازت واحد الدريه زويونه مع واحد الراجل زويون زويونين جوج والدين جوج وليدات قلت لها هذه هي التجويجه الزوينه اللي تتعجبني وهي تقول لي ما كنتيش خاصك سمعوها سمعوها انا نقلب الكاميرا شي حفيانه خاصينك فلوس خاصك شي حاجه مبرعه كل شيء عندك الحمد لله الحمد لله راه كاين اللي غادي يبقى انا بغيت على صحتي ايوا ولا بغيتي وسير الحمد لله درو نتا هو راه ما مزيانش الله يرحم لك الوالدين. تي عزيز عليك الشاب بلال. او ما لحقتش مالو معريك محفيك مجوعك ما عرفتش تيصوتك. تي راه مخلينهم سيمانه تيمشيو يزهوا مع الدريات لا معاقلين عليهم. شكون هما هادو؟ الرجاله؟ ماذا منهم؟ اش دايرين؟ تيجيو تيخليها في الدار ويمشي يباتي
يرور كيضرب في القراعي مع راساتو ناشط مع قبو وما تيرا تيجي يديري كتمل الخدمه لعندك انت اش بغيتي ديري في الحك وتسدي عليه شوفوا الشعيبيه ساره الفلوس ميكا طلبها ولد اختي الفلوس قالت لي بلاتي راه جايباهم من المغرب داتهم ورجعاتهم الله يلقى فراسك الله يعاونك الله يعاونك هاك تمسك بغيت تشري هاك وريني شو وريني شو امي واش عارفه تحسبي هذه 400 2 اورو وهذه 5 دراهم هكا 500 والله كنت كنتي في المغرب هذا راه مشيت للمغرب ورجعتهم على ود قلت راه غادي يبغيو يشريو هكا 500 يلا نوض قاعد يلا شوفوا نقدروا نبيعها تشاو تصورو تشاو مرانيا تو بيني تشاو كنت شادي تشينا ميسو قال لكم تتكوني بالقرب مني تنكون انا ديما بخير ياه ياه sporco come un cane guarda lavorare nel bosco oggi ha lavorato nel bosco خدم اليوم دار ترينش وبدا تيحيد في الربيع وخالد خالي تعاونوا ونقاو ماني ندير فار فيديو كوم مترو الفيديو التراكتور قال لك غدا دير ليا فيديو وانا سايق التراكتور مع شرا تراكتور شرا تراكتور اختي vuoi tornare in Italia se vuoi te io vado dappertutto anche in Marocco in America قال لك بغيت قلت له واش بغيت ترجع للطاليان قال لي لا بغيتي تي قال لي حتى المغرب لا بغيتي تمشيو لي dove sei te sto bene perciò non me ne frega dove sto قال لك فين فين تكوني انت تنكون بخير لا 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 sto male non voglio مالك عاد نبح مالك اي نبح خليته الضو شاعل ما عقلتش دايرين هاد الضوا وهذا وتيضربوا بحال هكا على حساب الحيوانات وداك الشيء تيبقاو يضربوا في الحيض دابا مع الضوء شاعل ما غيبانش ليكم على حساب الحيوانات وعلى حساب الدياب وداك الشيء باش ما يجيوش هنا شعيبيه اجي ندي ماكي وجه هنا لا لا اختي ماكي عتي لا ندي ماكي هي نحيد الماكياج ايوا حيد اختي الماكياج ماما مسكينه ما عندهاش مع الماكياج انا ما عندي مع الماكياج من كريمه ما عندي معاه قلت لها قبيله دير قلت لها قبيله دير عقير قالت لك عطيني شي ساعه قال لها ندير عقير قال لك العقار على الشرف حاشاكم كي خاريه فوق جرف انا اللي قلت انت عكر هذا ماشي الهبال هذا شي وحده شارفه وتشوف فيها معكر هذيك راه مسخر بي عاود العب يلا اختي انا عندي ماكي ونجي بس حدا نتفرج شي فيلم جلس جلس اختي مسح مسح المهم غادي ندير ماكياج بهاد لاسكيومه هادي البنات باقي ما خرجاتش في السيت باقي ما خرجناهاش هادي خارجه بسميتي كانت بالسميه ديال لابوراتوار ودابا هادي خارجه بسميتي رغوه تدي ماكي الوجه وكتغسل الوجه مزيان ومن موراها غادي ندير الطونر ديالي هذا البنات نوصيكم عليه واعر 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 هذا الطونر زوين بزاف بزاف طونر بالنسبه للبنات اللي عندهم البقع في الوجه هذا راه طونر زوين الرقم ديالو رقم 4 طونر رائع فيه الكولاجين فيه الإيلاستين فيه لعاب الحلزون بنسبة كبيرة فيه فيتامين سي وفيه حمض اللاكتيك وحمض الجليكوليك هادو أحماض اللي كيفتحوا لنا اللون ديال البشرة المهم هذا كنوصيكم عليه إذا خديتوا لاكام ديال التفتيح ما تنسوش هذا الطونر رقم 4 وما كيصلحش للبشرة الحساسة واللي نوصيكم عليه تاني هو السيروم ديال تحت العينين هذا البنات سيروم زوين بزاف بزاف بالنسبه للبنات اللي عندهم الهالات السوداء واللي عندهم تجاعيد الدقيقه تحت العين اللي عندهم الكحوليه اللي عندهم الكحوليه دايره بالعين هذا راه زوين بزاف بزاف هذا راه رائع جدا والسيروم من طبيعه الحال 3 في 1 اللي تيليق البقع اللي هو هذا هادشي كله البنات كله 30% ديال التخفيض بكود برومو اكرام 30 غتحيد لكم 30% من السعر الاصلي ديالهم المهم تهلاو ليا فراسكم انا غندي ماكياجي وغنمشي نونس للميمه كنتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف كنبوسكم بوسه كبيره وما تنساوش راكم ديما في القلب باي باي